صناعة الأعلاف، لأننا استوردنا تركيبة صناعة الأعلاف من الخارج، صناعة تركيبة أمريكية مبنية على الذرة الصفراء، وتلك المادتين غير منتجتين في الجزائر، غير أن هناك مواد أولى يمكن إدراجها في صناعة الأعلاف. لماذا أسعار الأعلاف دائما المربي دائما يشتكي من غلاء الأعلاف؟ وش هي الأسباب خلفها؟ أسباب الأعلاف وأننا نعتمد دائما على مادتين، وهاتين المادتين مرتبطتين بالأحداث العالمية، منها الكورونا، منها الصراع القائم حاليا، يعني مشكل عالمي، روسيا، حيث هذه الأسعار الذرة الصفراء والسوجة عرفت أسعار مرتفعة جدا، وبالتالي تعود صناعة الجزائر تكون أسعارها مرتفعة. ولو يعني استعملنا يعني بعض المواد المحلية نقدر نتحكم في تكلفة الأسعار. عندنا مواد، عندنا الشعير، عندنا الخرطال، عندنا الشوفان، عندنا البلوط. ما الذي يمنع من استعمال كل هذه؟ ربما قبل قليل دكتور بخلفة، هي القاعدة واحتياجات الدجاجة 2800 كيلو كالوري. هذه 2800 كيلو كالوري فيها ما يسمى بالطاقة، وفيها ما يسمى بالبروتين. تكليف الجامعة أو خبراء في التغذية لدراسة اللي وإيجاد الطريقة لتوفير هذه الكمية نتاع 2800 كيلو، وهذا الشيء بسيط. نقول لك مثلا، نعطيك، انا لست مختص في التغذيه، ولا 700 نتاع خرطال يمكن ان يعوض كيلو نتاع الذره الصفراء. فضائل تاع السلجم الزيتي يمكن ان يعوض. واضح السيد لعل ابو خلفه، اذا استمر الوضع يعني على حاله في سوق الدواجن، هل تتوقع أنه في الأيام القادمة ترتفع أكثر الأسعار؟ سترتفع أكثر بكثير، لأن هناك عزوف نتاع المربيين، وهذا سيؤثر على المنتوج، لأن كما نوضعوش الاستثمار في التربية بالدجاج، والمدة نتاع التربية نتاع الدجاج هي تقريبا ما بين إلى 50 يوم. إذا حسبنا منذ يعني المربيين وضع الصيصان، هذه هي النتيجة، وراح مازال تظهر للأسف. راح نبقى دائما طارة يكون المربي هو الضحية، والمستهلك هو الضحية، وهذا ليس بجديد. نعم دكتور لعل أبو خلفة، هل يمكن نشوف كار من نوع آخر في هذا المجال، في مجال طبعا الدواجن، إذا استمر الوضع؟ لا أعتقد أن يكون الاحتكار، هي قضية قانون السوق، الطلب والعرض. كي يكون المنتوج متوفر تنزلق الأسعار، كي يكون المنتوج نذرة ترتفع الأسعار. احنا معدل كيفاش يعني يبقى ما يتأثرش لا المربي ولا المستهلك، وهذه جودة. لو يعني نعطيك مثال احتياجات السوق 6 ملايين أمهات الدواجن، فيها الإنتاج المحلي يقدر بنص أو 3 ملايين، الباقي يستورد. الخلل في الكمية المستوردة، ولم تتحكم في الكمية المستوردة، هو عبارة عن عمل الطرح، 3 ملايين ناقص 2 ملايين ونص تعطينا 3 ملايين ونص. كان من المفروض وزارة تتحكم بهذا الرقم، تعطي رخص الاستيراد، لأن رخص الاستيراد تعطى. للأسف هذا العام الكمية المستوردة بكثير هذا المستوى. وزارة الفلاحة لم تتحكم استيراد أمهات الدواجن، رغم أنها تستورد بالعملة الصعبة، والنتائج رانا نشوف. الصيصان ترمى في الويدان
وبيض اللي يكلف تقريبا بيضة واحدة تكلف مبالغ باهظة توجه للاستهلاك. وهناك حتى أمهات الدواجن مدة التربية 90 أسبوع في السيكل. للأسف اليوم نشوفوا بعضهم يذبحوها علاش ليتفادوا الخسارة باش يقلصوا من الخسارة. هذه مستوردة بالعملة الصعبة. كان المفروض نديروا دراسة لتفادي الظواهر. تنظيم لابد أن يكون تنظيم محكم وأيضا استراتيجي بالإضافة أيضا إلى متابعة ميدانية. لابد أن تكون في ميدانية دكتور لعلى. أذكرت أنا في كل متدخلات أنت نقول ناور اللي باش يكون عندنا تنظيم هو تخطيط التنظيم المحكم والمتابعة الميدانية. يعني لو نتحكم في هذه سنتفادى كل الأزمات التي راهي عايشتها شعبة الدول جدا. هي تكون إرادة ولا تكون قناعة. للأسف ما كاش اللي اقتنع. يعني بكثير كتبنا في الفيسبوك نبهنا للأسف ما كاش أذان صاغية. والخاسر الواحد هو البلاد. ندفع هذا الخسارة كلها مستوردة. حمل المسؤولية دكتور العلا. الجميع. طيب. الجميع يتحمل المسؤولية. يعني منفروض يعني كنا نعطي سمعنا للرأيين في الميدان وطبقنا التوجيهات والتوصيات نتفادى مثل هذه الحوادث. نقول لك يعني تحدث يعني كشغل فجائية بدون يعني تنبؤ وهذا خطأ. يجب أن نتنبه الأمور هذه. نديروا دراسة نشوفوا حتى 6 ملايين علاه نجيب 7 ملايين علاه نجيب 8 ملايين وهذا من الصعبة. وهنا نحوسوا كيفاش نقلصوا استعمال العملة. واضح دكتور. المفروض تكون يعني هناك ناس تكون كانت توصيات. يعني أنا شافت راني تقريب 30 سنة وأنا في الشعبة هذه مثل التوصيات ما كانش حتى اللي يقراها. ما كانش اللي يسمع ما كانش حتى اللي يقراها. كيفاش تبغي يجي تنظيم؟ ما يجيش تنظيم إذا كان المسير غير معني وما يسمعش وما يطبقش توصيات. لا أعتقد أن نجد الحلول. تبقى الجزائر دائما هي الخسرة. نخسر العملة الصعبة اللي كانت في ميدان آخر يعود بالفائدة على البلاد. علاش نستعمل هذا الصندوق في الودان؟ واضح. هذه خسارة يعني فادحة. يجب يعني تنتبه لمثل هذه الأمور وتتخذ القرارات لتكون لصالحك. احنا هنا في الجزائر الجديدة لازم نبني اقتصاد وطني قوي. ما نبقاوش نتبعوا في المشاكل القديمة المتكررة. هذه الأزمات يعني ما يجد المربيين تسبب للمستهلكين تسبب حتى الاقتصاد الوطني. واضح دكتور خبير في الشأن الفلاحي. شكرا جزيلا لك على كنت معنا عبر الهاتف خلال هذا الموعد. شكرا جزيلا لك دكتور.